تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي، نظمت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة يوماً إعلامياً جهوياً حول تعديلات النظام المنسق وإدراجها في التعريفة الجمركية الوطنية نسخة 2022، وذلك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية من أجل إطلاعهم بالتعديلات المدرجة ضمن النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع نسخة 2022 محل توصية المنظمة العالمية. نظمت المديرية الجهوية للجمارك تبسة يوماً إعلامياً بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة ممشى تبسة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والاستيراد وكذا وكلاء العبور تحت شعار مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي. يهدف هذا اليوم الإعلامي إلى تقريب مصالح الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين لضمان أحسن مرافقة لهم على كافة المستويات.